الأيام دي كانت حلم من أحلام حياتي. حلم ما كنتش عارف إمتى الوقت هيجي عشان أحققه. كل إحساس حاسه في الوقت ده كان نفسي أحسه في يوم من الأيام. طبعا بيلعب عشان ان هو لسه مصطاد امبارح. عمل ده ما كانش عايز ياكلها، هو كان بينغشها كده، شغل اكشن صغير كده. اليو برضو بيصطاد كل 7 أيام، وكل ما بيصطاد بياخد الفريسة بتاعته ويطلعها فوق الشجرة عشان يقعد ياكل فيها ال7 أيام دول لغاية لما يلاقي فريسة تانية يعرف ياخدها فوق. لو ليوبرد هجم عليك ما تطلعش فوق شجرة، انت كده بتسلم نفسك. كل الحالات هتموت. وكل دقيقة بتعدي عليا هنا ببقى مش عايز اسيب المكان ده. التمساح ده عبارة عن كله كده يديله 3 متر ولا حاجة. التمساح غالبا ما يبقى مستقنيس كده، يبقى شبعان ومش محتاج ياكل. وجودك في الطبيعة البكري دي يخليك تحس انك متواصل مع نفسك، مع اصلك واصل كل حاجة حواليك، هيخليك تحس ان انت عايش. المشكلة اللي سحلاني في دماغي ان انا ازاي هرجع القاهرة واعيش في القاهرة في الزحمة والناس اللي بتجري عشان الشغل والناس بقى فاهم، والمشاكل والحاجات دي كلها، ومين عايز يخرج فين، وعيد ميلاد مين عايزين نروح له فاهم، وحوارات كتير. لكن انت بتيجي هنا بص، ايه ممكن اكبر مشكلة تقابلها في مكان زي ده غير ان الاسد ياكلك؟ ولا حاجة. وبتحس ان انت عايش في مغامرة كبيرة. ان انت بس تقعد كده في العربية وتبص على الحيوانات وتحاول ان انت تلاقي الحيوان اللي انت عايز تشوف، تكتم نفسك كده عشان بس تحاول ان انت تشوف اسد متداري في حتة ولا ليوبارد متعلق على شجرة. يعني الاحساس ده لوحده ما بيكفوش فلوس. انت عارف انت لما تقعد تتفرج على فيلم 12 ساعة وانت ما تقدرش تقوم من قدامه، هو ده بالظبط. وساعات كتير بتعدي والحماس فيها ما بينتهيش. في فهد هيورم غزالة. يعني احنا قاعدين مستنيين بقى نص ساعة والأخت راحت اصطادت في ثانية اهو أرنب. يا نهار أبيض، يعني العذاب ده كله وقفنا على أرنب. كل حيوان الواحد بيشوفه في الرحلة ديت مختلف، يعني كل حيوان بتشوفه بتبقى عايز تقف قدامه كده ربع ساعة تتفرج هو بياكل ازاي وبيمشي ازاي. من الغابة ديت أو السفاري ديت عالم كده، احنا بنخش جواه بننفصل عن الواقع، نبقى احنا ضيوف عند الحيوانات دي بقى، ان احنا عايشين دلوقتي في المملكه بتاعتهم. تحس ان انت ولا حاجه جنب الحيوانات دي. الحيوانات ديت عندها عظمه يعني غريبه، يعني لما تقف جنب فيل كده بتحس ان انت نفسك نمنمه. بالنسبه لي خلاص ما عادش في جنينه حيوانات تاني في الحياه. الواحد الاكسبريشن اللي الواحد بيشوفها على وجوه الحيوانات التعبانه والمقهوره واللي طالع عين امهم من الحبسه في القفص والكلام ده، انا ما عدتش عايز اعمل له سبورت تاني. مش لو انا ما عادش معايا فلوس افضل احوش حياتي كلها واجي هنا تاني عشان اشوف الحياه دي تاني.
هنا بتشوف حيوانات كتيره جدا وتبقى مش فاهم اصلا هما ازاي عايشين مع بعض. تلاقي السحلفه وتلاقي زرافه وبعد كده تلاقي فيل وبعد كده تلاقي بقره وبعد كده تلاقي سيد قشطه هيينز واسودها انت مش فاهم انتوا اصلا اتجمعتوا ازاي. عمرك ما هتفهم حتى لو انت شايفها هتحس ان انت بتتفرج على التلفزيون مش بتتفرج على حاجه حقيقيه. ده نهايه اليوم الجميل ده السفاري دي بالأسودة دي. دي نهاية اليوم كده. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للراجل الطيب ده. تعملوا لايك وسبسكرايب للراجل الطيب ده. الراجل مش طيب ده. امسك نفسك. دي أحلى نهاية. مش اليوم سفاري واحد ده يعني كل السفاري اللي فاتت. ده حلم كان موجود في قائمة أحلامي وقدرت إن أنا أحققه. إيه الحلم اللي بتحلموا بيه ونفسكم تحققوه؟ بس قبل أي حاجة أعرفوا إن مفيش حاجة مستحيلة. ده احلى موسم تعمل فيه سفاري موسم الجاف. زي ما انتوا شايفين كده كلها ناشفه فبتقدر بيبقى عندك رؤيه اكبر للحيوانات بتقدر تشوف اكبر عدد من الحيوانات ممكن. فبتبقى في موسم الامطار النجيله دي بتبقى عاليه جدا والحيوانات كلها بتعرف تتخبى فيها كويس وبتاع فبيبقى صعب جدا ان انت تلاقي فيها اكشن زي اللي احنا شفناه النهارده واللي بنشوفه كل يوم. How are you guys? Did you see any hunting today? Because I feel like our guide is missing with us. He didn't show us anything. I think he went out of Masai Mara already. What do you want to see? No. Rhino mating. Okay. Rhino mating. That's a good one. My friend, maybe doing wrong thing because you cannot speak to the lions to hunt. Unless they're hungry. Okay, but I don't want a lion, okay, I want a rhino mating. Out of your mind, huh? بس انت كده مش محتاجين قفل. احلى حاجة في الكامب ده ان هما بيجبروك ان انت تحس بالامان. مبيستخدموش اقفال ويقول لك احنا عندنا هنا امان. مفيش داعي ان انت تستخدم قفل فده احساس كده بيخليك ان انت حاسس انت عايش في بيتكم مش محتاج قفل ولا مفتاح وبتاع والناس اللي هنا دولت عيلتك.